السلام عليكم، معكم يافي البشير من مدينة تطوان. المشروع ديالي هو إيكو بريكيت، هو عبارة عن منتوج مستخلص من مخلفات الزيتون اللي كتنتج على معاصر ديال الزيتون اللي كتبقى بعد العصر ديالو. كان عندي واحد الصديق ديالي اللي كنت كنمشي عنده في معاصر الزيتون، كنت كنلاحظ داك الكميات الكبيره ديال الديشه ديال الزيتون اللي كانت كتبقى في المعاصر ديال الزيتون. فقلت انا علاش ما نحاولش نشوفوا شي طريقه كيفاش نستغلوا داك الديشه ونحاولوا نشتغلوا عليه ونشوفوا شنو يمكن نديروا به. لقيت ان ممكن هذا العظم، خصوصا هذا العظم ديال الزيتون اللي هو سوليد، ممكن انه يدار في واحد الشكل، واحد القالب، ممكن انه يكون هو يعني يخدم يعني بديل ديال الحطب، ممكن نشعلوا به وبالتالي حافظنا على الغابه وجبنا بديل يعني فعلي لهاد الناس اللي كيستعملوا الحطب في الالف المشاريع ديالهم ولا في المنازل ديالهم. بالنسبه للمنبرج حاليا اللي كنستعملوه هو المنبرج اون بلاستيك اللي هو حاليا كيطيح لينا يعني الارخص، ولكن ان شاء الله مستقبلا كنفكروا اننا نعملوا واحد المنبرج اللي يكون احسن من هذا وافضل وكذلك هو صديق للبيئه، بحكم المشروع يعني يلاه في البدايه ديالو. وكنطلبوا يعني بالنسبه للناس المهتمه والناس اللي هي كذلك عندها حرقه وعندها غيره على البيئه ديالنا انهم كنا نخرطوا في هذا المشروع هذا اللي هو غادي يستافد منه الجميع. بالنسبه ديال هاد النفايات هذه اللي كتبقى بالنسبة للمعاصر، فالمينيموم اللي كيبقى هو ان ما يقارب 35% ديال هاد المخلفات اللي كتبقى ديال الزيتون كلها كتبقى لنا على شكل مخلفات اللي ربما المغرب كيفوق الانتاج ديالو اكثر من 100,000 طن ديال الزيتون في المغرب. بالنسبه للتاثير ديال هذا المشروع هذا على البيئه، هو تاثير عنده يعني مجموعه من الاهداف. اول حاجه يعني هاد المخلفات هذه ما تبقاش تلوثنا الارض، من ناحيه اخرى اننا بالاستعمال ديالنا هذا المنتوج النهائي بديل الحطب اننا كنكونوا استعملناه ما خليناش يتسرم في الاراضي وفي الوديان، واننا كذلك حافظنا على البيئه من تقطع ديال الاشجار. حتى شي حاجه ما كتجيب سهل، لانه في هذا الوقت هذا خص الانسان تكون عنده غير الاراده والعزيمه، تكون عنده الاصرار والمثابره، واي حاجه انسان راه بغاها راه غادي يلقاها. والحمد لله كل شيء موجود الان، معلومات متوفره، كيبقى غير داك الشخص وداك الشخصيه اللي غتحمل داك المشروع. هذاك هي السر ديال نجاح داك المشروع.